بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. اليوم راح نبدأ بالمحاضرة السابعة، ووقفنا عند هذا الجزء اللي هو التكست أو النصوص في الماتلاب. لأن بقدر أكتب أو أعرف نص في الماتلاب ببساطة من خلال إني أحطهم بين فاصلتين عليتين، والفاصل العليا اللي هي عند حرف الط اللي كان لها استخدام في المصفوفات كترانسبوز. ببساطة بكتب اسم المتغير، أحط إشارة المساواة، بعدين بكتب النص داخل الفواصل العليا. لأن ما داخل النص بقدر أكتب فيه أي شيء، حروف، أرقام، رموز خاصة، أي شيء بقدر أكتبه داخل التكست أو النص هذا. وبخزن الماتلاب على شكل متجه صفي، بحيث انه اي حرف او اي رقم او اي رمز او اي او حتى الفراغ يخزن كمدخل ضمن هذا المتجه. مثلا الجملة التالية ST اسم متغير يساوي، فتحت اشارة او الفاصلة العليا I love Jordan وسكرتها هون، فراح يتخزن في هذا المتغير اللي سميته ST النص I love Jordan. لان زي ما حكيت انه هذا النص راح يتخزن كمتجه، وبالتالي مجموعة الأوامر اللي مرت سابقا مع المتجهات بقدر أستخدمها هون، وبالتالي ممكن أستدعي حرف أو خانة من خانات هذا المتجه. مثلا لو سميت أو كتبت ST 4 أعطاني الناتج O. لأن لو رجعت للنص اللي عندك وعديت 1 الآي فراغ بنعد كمان 2 3 حرف الأو. ST للثمانية اللي هو الشيء أو الرمز أو الحرف اللي موجود في الخانة الثامنة، لأن لو عديتها ما تنسى تعد الفراغات أيضا راح تلاقي حرف الجي. بقدر أستدعي جزء من هذا النص من 1 إلى 6، تعني الرموز أو الأشياء الموجودة ضمن هذا النص في المكان الأول الثاني الثالث إلى الموقع السادس. أعطاني هذا الجزء I love، ومثلا الجزء في الST من 7 إلى 13 أعطاني الجزء جوردن. فزي ما حكيت لاحظ أن الفراغ يحسب كمدخلة من عده، وبقدر أعرف طول هذا المتجه أو عدد الأحرف أو الرموز اللي في داخله من خلال الأمر length كالمعتاد، كأنه عندي متجه وبحسب طوله اللي هو length الST. لأن لو رجعت لهون وعديته هذا راح تلاقي 13 خانة أو 13 شيء. لأن بقدر أستعرض عناصر متجه أو محتوياته بدون ما أعرض اسم المتغير نفسه. يعني هون لما كتبنا دخلنا النص هون كتب لي اسم المتغير يساوي وعطاني النص. أنا بقدر أعرض النص لوحده بدون اسم المتغير هذا من خلال الأمر ديسب. ديسب باختصار لكلمة ديسبلاي اعرض، فبكتب هون display اسم المتغير او display النص اللي عندي. فمثلا لما اعطيته display 5 + 6 اعطاني 11 مباشرة بدون ما يكتب لي كالعادة answer يساوي 11. ومثلا لو اعطيته display ST اللي هي الجملة السابقة اعطاني النص بدون اسم المتغير. خلينا نجرب بعض الاشياء في الماتلاب أو نطبق اللي حكينا جزء منه. مثلا لو سميت نيم تساوي هاي حرف الط اللي هي الفاصلة العليا صفوان، سكرتها وضغط انتر، لاحظ أعطاني النيم انه في هذا المحتوى أو النص. لو أخذت نيم ل3 مثلا راح يعطيني الشيء الموجود في الموقع الثالث اللي هو حرف الاف. وكالعادة اذا تجاوزت هاي نيم ل10 يعني يعطيني الشيء الموجود في الموقع العاشر. اكيد ما فيش 10 عناصر، exceeds matrix dimension، تجاوزت الحد تبعه. لو اعطيت display display لا اسم المتغير نيم راح يعرض لي محتوياته بدون ما يكتب هيك نيم تساوي كذا، راح يعطيني مباشرة المحتوى هي.
لاحظ هاي length ل name من 6 خانات. لو بدي ارجع للجملة اللي كتبتها هون، وخليني مثلا اضيف مجموعة فراغات هون، يعني ظاهريا انت مش شايف الفراغ اللي هون، لكن لو اعطيته الامر length لname راح يطلع 13، بمعنى انه زاد لانه في فراغات زيادة هون، فالفراغات تعد او تحسب من ضمن طول المتجه. من اهم استخدامات هذا الموضوع اللي هو النصوص، اللي هي فكرة التشفير. قبل ما ادخل في تفاصيل فكرة التشفير اللي هو احد التطبيقات المفيدة باستخدام النصوص او المتجهات، في شيء معرف في أجهزة الكمبيوتر بسموه الأسكي كود، وهذا الأسكي كود هي اختصار لكلمة American Standard Code for Information Interchange، وهي تعني الرمز القياسي الأمريكي لتبادل المعلومات. هي عبارة عن مجموعة من الرموز الرقمية التي تمثل الحروف والأرقام والرموز الأخرى، لأن أي شيء على الكيبورد عندك سواء كان حرف ولا رمز ولا رقم، مربوط كل شيء من هاي الأشياء برقم، وهذا الرقم يستخدم في تبادل النصوص بين أجهزة الكمبيوتر كالإيميلات أو غيرها، كل شيء يحول إلى أرقام. لأن كيف بدي أحول من نص إلى رقم؟ بستخدم الأمر ABS، وهون النص أو اسم المتغير الذي يحوي النص. لاحظ هون ABS مختلف استخدامها مع النصوص عن استخدامها مع الأرقام. ABS لرقم بعطيك القيمة المطلقة له، بينما ABS لنص بعطيك الأسكي كود اللي مقابل للرموز اللي مذكورة ضمن هذا النص. الآن راح نطبقها العملية العكسية، بمعنى أن بدي أحول من أرقام، ولازم تكون الأرقام أرقام صحيحة، من رقم إلى حرف أو رموز، بستخدم الأمر set string set str، وهذا x هو متجه عددي بيحوي على integers أعداد صحيحة، وهاي الأعداد محصورة بين 0 و 255. لأن في رموز أخرى اللي هي زي الحروف العربية أو الرموز الخاصة، هاي مش معرفة في الماتلاب، على الأقل في الفيرجن اللي معانا. يمكن لو الفيرجن أحدث ممكن نلاقي ASCII كود خاص بالحروف العربية. مثال: ما هو الأسكي كود المقابل للأحرف أو الرموز الآتية؟ معطيني 8، القوس، الزائد، إشارة البيرسنت أو النسبة المئوية، A كابيتال A سمول. ببساطة بكتب ABS للنص اللي بدي أبحث عن الأسكي كود تبعه. فمثلا الأسكي كود المقابل للA سمول هو 97، الاسكي كود المقابل للاي كابيتال 65، وهكذا. البيرسنت 37، ممكن تجرب كل هاي الاوامر. لاشارة الزائد 43، للقوس 40، وهكذا. 8 كنص، الاسكي كود المقابل لها في الكمبيوتر هو 56. المثال التالي بده نشوف ايش النص المقابل للمتجهات الرقمية الاتي. معطيك متجه رقمي وبحكي لي شو هو النص المقابل لهذا المتجه العددي او لهذا المتجه، اللي هي عملية التحويل من عدد الى رموز. راح نستخدم الامر set string، يعني لو كتبت set string ل بين قوسين هذا المتجه راح يعطيني كلمة ماتلاب مثلا، و set string لهذا المتجه بدخله في الماتلاب. لاحظ انه على شكل اقواس متجه هون، وهذا القوس الخارجي العادي للامر set string، اعطاني math dot فراغ dpet department. خلينا نطبق بعض الامثلة. مثلا الاسكي كود لل first name، مثلا جربت absolute للنص صفوان، اعطاني هذا الاسكي كود المقابل لاسمي. انت جرب دخل الاسم اسمك ضمن نص وشوف ايش الاسكي كود المقابل له في الماتلاب. لان هنا العملية الاولى والعكسية، اللي هي نحول من رقم ارقام الى نص. فالفكرة بالشكل التالي: بدك تاخذ
الأرقام اللي هم تنقلهم وتدخلهم على شكل متجه في الماتلاب، وتعطي الأمر set string، سوري set string. مظبوط. فمثلا بقدر أكتب مباشرة set string، بفتح قوس عادي، الآن بدي أفتح إشارة المتجه وبلش أدخل الأرقام من هون. يعني أنت ممكن تنقلها نقل، أنا ممكن أعمل لها كوبي هون، أول راح ياخذها الماتلاب. هاي بيست، وهي سكرت قوس المتجه، وهي قوس الأمر set string. أعطاني الأنسر اللي هو آل البيت يونيفرسيتي. فإذا الجملة أو النص المقابل لهذا المتجه العددي باستخدام الأمر set string هي آل البيت يونيفرسيتي. مثال آخر برضو نفس القضية، إنه بدي آخذ هذا النص، عفوا هذا المتجه الرقمي، و set str افتح قوس عادي، بعدين قوس للمتجهات، وتكتب هاي الأرقام، أو إذا كنت ماخذها كوبي بيست، أنا أعطاك have a nice day، أتمنى لكم يوم سعيد. بس طبعا بعدها ما خلصتش المحاضرة، نكمل. هذا النص أيضا بإمكانك إنك تجرب دخله في الماتلاب وتشوف إيش الجملة المقابلة لهذا المتجه العددي. برضو قبل فكرة التشفير، خلينا مثلا نختار العملية العكسية نتدرب عليها. مثلا ايش الابسوليوت، افتح قوس، وهذا نص الان ماي. طبعا نعرف انه بيفرق الماتلاب بين سمول لتر والكابيتال لتر. نيم is صف 1، وهي سكرت النص، وهي سكرت القوس للأمر absolute. فالجملة هاي my name is صف 1 يقابلها في الاسكي كود هذا المتجه العددي. كل رمز، كل كاركتر، كل رمز، كل حرف في الداخل هون له اسكي كود خاص فيه، وهي الاعداد زي ما حكينا سابقا بين الصفر وال255. احكي لك الان فكرة التشفير وبنقرأ النص، خلينا ادردش معكم بشكل سريع. الفكرة ببساطة انه انا عندي نص معين مثلا زي هذا، لان لما اخذ له الـ ABS راح يتحول لارقام، صار عندي متجه عددي. المتجه العددي بقدر اعمل اي عمليات حسابية عليه بحيث اني اغير محتوياته. تغييري لمحتويات او الارقام اللي موجودة هون فعليا هي فكرة التشفير، لان هذا المتجه لو انت حصلت عليه كما هو زي ما هو هيك، مجرد بس تعطيه set string str لهذا الناتج اللي هو في اللحظة هاي اسمه answer، راح يعطيك الجملة الأصلية أو النص الأصلي. هاي رجعتها، لكن لو كنت مغير في هذا المتجه بعض الأعداد اللي هون أو جميع الأعداد اللي هون، وكونها أعداد فبقدر أحولها او اغيرها باستخدام اي عمليات حسابية بسيطة، فراح تتغير فعليا الارقام اللي هون، وبالتالي لما تيجي تجرب تعمل لها ست سترينج ما راح تحصل على النص الحقيقي. هاي هي فكرة التشفير ببساطة. خلينا نقرأها من الدوسية هون. فكرة التشفير يقوم مبدأ تشفير النصوص او الرسائل على اجراء تغييرات على الارقام الناتجة من تحويل النص الى عدد. يعني بعد ما احول النص لعدد بعمل عملية تغييرات عليها، بحيث تبقى مهمة جدا هاي النقطة، بحيث تبقى الأرقام الناتجة من هاي التغييرات أرقام صحيحة. خطأ إنه يطلع يكون معي عدد صحيحة موجبة فعليا، خطأ يطلع معي عدد عشري أو عدد سالب، وبالتالي راح تتغير الأرقام الأسكي كود للرسالة. إذا ما راح تظلها نفس الرسالة الأصلية، لن تبقى الرسالة مفهومة أو مقروءة ما لم يتم معرفة التغييرات اللي أنا عملتها على الرسالة الأصلية أو الأرقام الأصلية للرسالة. هاي التغييرات على الأرقام يتم اختيارها أو تحديدها بين كلا الطرفين، بين مرسل الرسالة والمستقبلها. يعني أنا مثلا بدي أرسل لك رسالة مشفرة،
بكون متفق انا وياك انت كمستقبل، شو الاشياء اللي انا عملتها هون حتى اغير محتويات المتجه العددي. طبعا كل ما زاد تعقيد هاي التغييرات بالاتفاق بين الطرفين، كل ما قلت فرصة انه حدا يفك تشفير الرسالة، حتى لو حصل على المتجه العددي الناتج ما راح يقدر يفك التشفير الا اذا كان عارف شو عملت انا لما ارسلت الرسالة لك، شو هي الخطوات او التغييرات اللي عملتها على الارقام اللي موجودة. لكن يجب مراعاة دائما ان تبقى الاعداد المكونة للرسالة اعداد صحيحة وموجبة. للمرسل الرسالة شو بيعمل؟ في البداية بحول النص اللي هي الجملة الى ارقام باستخدام الامر ABS، وبحصل على متجه رقمي. بعد هيك بقوم باجراء سلسلة من العمليات الحسابية المتفق عليها على هذا المتجه، وعندها سيحصل على متجه رقمي جديد، ارقام مختلفة تماما عن المتجه الاصلي. وهاي المتجه الجديد هو اللي راح يمثل الرسالة المشفرة. برسلها، لان لو وقعت بيد شخص اخر غير المستقبل ما راح يفهم منها اشي لو رجعها باستخدام الست سترينج، لانها راح تكون ارقام او رموز مش منظمة ولا مفهومة نهائيا. من الطرف الاخر والناحية الاخرى، مستقبل الرسالة المشفرة شو بدي يعمل؟ بدي يعمل بدي فك الشفرة لهاي الرسالة. عملية فك شفرة هاي الرسالة انه بدي يعكس او التطبيقات او العمليات الحسابية اللي عملتها، وبعكس الترتيب العمليات اللي قام بها مشفر الرسالة. بمعنى اذا قام الشخص المرسل للرسالة بجمع عدد معين لارقام المتجه العددي، المستقبل شو لازم يعمل؟ لازم يطرح هذا العدد بيعكس العملية. واذا ضرب الشخص المشفر للرسالة ضرب الاعداد برقم، المستقبل لازم يقسم على هذا الرقم وهكذا. كمان نقطة ثانية، لما يقوم المرسل بإجراء عملية جمع ثم عملية قسمة، فالمستقبل شو لازم يعمل؟ يعني لازم أول شيء يفك عملية القسمة لأنها هي آخر إشي انعمل، وعملية فك تشفير القسمة إنه إيش يعمل؟ دي يضرب. وبعد هيك الناتج بفك فيه تشفير عملية الجمع بأن يطرح. لأن بعد قيام المستقبل بفك تشفير الرسالة بعكس الخطوات وعكس العملية، بيحول المتجه الرقمي اللي نتج إلى نص باستخدام الأمر set string، وبالتالي بحصل على الرسالة الأصلية. خلينا نشوف المثال البسيط التالي. لو كان لديك الرسالة المشفرة الآتية، يعني هاي الرسالة أنا وديتها إليك كمستقبل، أنا مشفرها، لأن لو حصل عليها شخص آخر بدون ما يعرف هاي الخطوات المتفق بيني وبينك عليها ما راح يقدر يفكها نهائيا. تم إخبارك أنه حصلت على تشفير هاي الرسالة وفق الخطوات الآتية. يعني هاي الخطوات أنا عملتها وحصلت على هذا المتجه وأرسلت لك إياه. إيش عملت أنا؟ أول شيء طرحت 27 من العناصر الموجودة في المواقع الفردية، الموقع الأول الثالث الخامس السابع وهكذا. ثانيا ضربت العناصر الموجودة في المواقع الزوجية باثنين، اللي هي بعد إجراء هاي العملية عملت هيك. ثالثا جمعت 7 لجميع عناصر المتجه اللي عندي وحصلت على هاي المتجه ووديت لك اياه. لان انت اللي بدك تعمله بدك تسترجع الرسالة الأصلية. دائما بدك تتذكر انه بدك تبدأ بفك تشفير الرسالة من آخر خطوة إلى أول خطوة عكس الترتيب، وبتعكس. يعني هنا جمعت، لان انت بدك تطرح، هنا ضربت بدك تقسم، هنا طرحت بدك تجمع، فعكس ترتيب العمليات وعكس العملية الفعلية. اول خطوة لازم ادخل المتجه هذا في الماتلاب، وخلينا اسميه اكس على اساس اني راح اظل استخدم هذا الاسم في عكس الخطوات اللي هون. فهي بديت بهاي الجملة اكس تساوي هذا المتجه اللي هو موجود عندي هون. لان بدي ابدا بفك تشفير هاي الرساله من اخر خطوه الى الخطوه الاولى من خطوات التشفير. فنقوم اولا بطرح 7 من جميع العدد، لانه ثالثا شو بتحكي؟ جمعت 7 لعناصر المتجه. بدي ابدا من هون. اللي بده يفك الشفره بده بدل يعكس العمليه هاي، يعني بدي يطرح 7، وعمليه طرح 7 من جميع عناصر اكس بقدر اكتبها بهذا الشكل: اكس تساوي اكس ناقص 7. اطرح
من الاكس 7 وارجع الناتج خزنه في اكس. دائما بدي ارجع اخزن في نفس المتجه، لانها بتصير عملية تراكمية في الرجوع للخطوات. فهي اول خطوة فك تشفير عملناها، اللي هي فعليا ثالثا. نرجع الان لثانيا، هو ايش عمل؟ ضرب العناصر الموجودة في المواقع الزوجية باثنين. انا بدي اقسم، بدي اعكس العملية، بدي اشوف ايش المواقع هاي. بدي اقسم العناصر الموجودة في المواقع الزوجية على اثنين. العناصر الموجودة في المواقع الزوجية ببساطة اكس، هاي الاعداد تمثل اعداد الزوجية زي ما حكينا سابقا. القفزة اثنين سواء فردي ولا زوجي، لكن اللي بيفرق معاك البداية. اثنين بديت بزوجي، اذا راح يصير يقفز اثنين الى نهاية المتجه. نهاية المتجه اللي هي طوله بالكامل. فهاي العناصر في المواقع الزوجية ايش بدي اعمل عليها؟ لاحظ نسختها مرة ثانية نفسها. ايش بدي اعمل فيها؟ هو ضاربها في اثنين، انا بدي اقسمها على اثنين. الآن الخطوة الثانية تم فك تشفيرها. ظل عندي الخطوة الأولى، هو طارح 27، أنا بدي أجمع 27 لمين؟ للعناصر الموجودة في المواقع الفردية. فالعناصر الموجودة في المواقع الفردية بنفس الأسلوب السابق، بس اللي بيفرق معاك البداية هون. هاي العناصر في المواقع الفردية شو بدك تعمل فيها؟ بدك تجمع لها 27. الآن راح تحصل على المتجه الرقمي الخاص بالرسالة الأصلية. فكيت كل الخطوات أنت، وبعد هيك بتحولها إلى نص من خلال الأمر set string، وبتحصل على النص الأصلي with my best wishes. لأن لو جربت تحول رسالة مشفرة إلى نص قبل ما تفك التشفير، راح تطلع معاك مسج أو رسالة مش مفهومة نهائيا، وبتحكي تحوي على رموز غريبة وغير مقروءة. خلينا الآن نشوف المثال التالي، وهذا المثال راح أحتاج معلومة ذكر مش موجودة عندك في الدوسيه، موجودة في هذا ضفتها هون على أساس إني أتذكر أحكي لك عنها. الآن راح نحكي عنها. هاي رسالة مشفرة وصلت إلي، وبدي أسترجع النص الأصلي، وكنت متفق أنا والشخص اللي شفر لي إياها على مجموعة الخطوات التالية. بدنا نكتب الأوامر حتى نسترجع الرسالة الأصلية ونستنتج أو نحولها إلى نص نكتب الرسالة. فأول خطوة دائما بدي أدخل عناصر هذا المتجه، يعني هذا المتجه 95 78 وهكذا 89، بعدين بكمل هيك لأنه حجم الصفحة ما فيش في مجال أن نطبع المتجه بطوله بالكامل. فهذا السطر بيجي بعد هذا، وهذا بيجي بعديه وهكذا. فراح أبلش الآن أدخل عناصر المتجه اللي عندي. أنا موجودة على الورقة، راح أنقلها من الورقة. أوكي، هاي الماتلاب CLC X تساوي أو أي رمز آخر. بفتح إشارة المتجه وببلش أدخل عناصر المتجه 95 78 165. طبعا اي خطأ في ادخال اي مدخلة من عناصر هذا المتجه راح تكتشف الخطأ لما تعمل مجموعة العمليات الحسابية. اذا طلع معك عدد سالب او عدد عشري، اعرف انك اخطأت في ادخال عدد من الاعداد المتجهات. او لو ما طلع معك عدد سالب أو عدد عشري، راح تتفاجأ في عملية تحويلك للرسالة إلى نص في نهاية حلك للمسألة، إنه ما طلعت معك مسج أو جملة مقروءة. إن شاء الله ما أخطأ في إدخال أي عنصر. هاي مرحلة مهمة لي، عملية نقل الأرقام المتجه من الورقة إلى الماتلاب. بدك تكون حريص شوي فيها. هاي دخلت عناصر المتجه على اعتبار إنه ما فيش خطأ، إذا في خطأ راح يبين معانا. بحكي لي قبل ما أبلش أقرأهم، بدي أقرأ من آخر خطوة، ما فيش داعي أقرأ من البداية. رابعا، تم جمع العناصر الموجودة في المواقع الزوجية إلى العناصر التي قبلها. لاحظ هون العنصر اللي موجود في الموقع الزوجي جمعته للي قبله، يعني العنصر الموجود في الموقع الثاني
جمعته للعنصر الموجود في الموقع الأول، العنصر الموجود في الموقع العاشر جمعته للعنصر اللي موجود في الموقع التاسع اللي قبله. ممكن أغير الجملة تماما وأكتب للتي بعدها، بصير مثلا العنصر الموجود في الموقع 16 بدي أجمعه للي بعدها اللي هو 17. فبتنتبه لنص السؤال، لأن كيف بدي أفك هاي تشفير هاي الخطوة. لاحظ أنه تأثير عملية الجمع تمت على العناصر اللي في المواقع اللي قبلها، يعني اللي قبل الزوجية، بمعنى أنه التأثير وقع على العناصر الموجودة في المواقع الفردية. إذا بدي أبدأ جملتي ب إكس اللي في المواقع الفردية تساوي إكس اللي في المواقع الفردية، وبدل ما أجمع بدي أطرح إكس اللي في المواقع الزوجية، فراح أكتب إكس اللي موجودة في المواقع الفردية اللي هي 1 إلى 2 إلى لينك لإكس، تساوي نفسها هاي إكس اللي في المواقع الفردية أتأكد من النص الآن. هو جامع، أنا بدي أطرح الآن ناقص العناصر اللي في المواقع الزوجية اللي هي 2 إلى 2 إلى لينك لإكس. نظرة سريعة، ما فيش سوالب عندي، إذا الأمور نوعا ما أو إلى الآن مقبولة. طيب رابعا، تم قسمة العناصر اللي في المواقع التالية على 5. هو قسم على 5، أنا بدي أضرب في 5، بس مش كل عناصر المتجه، العناصر معينة مختارها اختيار العنصر اللي في الموقع الأول، العاشر، 11، 13. لا، بإمكانك تفك تشفير خطوة خطوة، بس في أسهل من هيك، إنه هاي العناصر اللي في المواقع هاي بقدر أكتبها داخل متجه. بمعنى بدي أحكي إنه إكس اللي بين قوسين وأفتح إشارة متجه، العناصر اللي موجودة في المواقع، بدي أنقل هنا من الورقة، الموقع رقم 1 و10 و11 و13 و27 و32. هاي العناصر اللي في هاي المواقع هو ايش عامل؟ هو قاسمها على 5، انا بدي اضربها في 5. فاذا عفوا تساوي نفسها، خليني اخذها كوبي، نفسها هو قاسم على 5، انا بدي احكي ضرب 5. هون كونك انت ضربت بعدد ما فيش داعي تحط دوت ضرب، بستخدم دوت ضرب لما بدي اضرب متجه ضرب متجه، اما ضرب عدد ما فيش داعي. فهاي ناتج فك تشفير ثالثا. نيجي لثانيا، تم عكس ترتيب الارقام من اليسار لليمين. هاي النقطة اللي ضفتها مش موجودة عندكم، بمعنى المتجه بدل ما يبدأ 85 78 بصير يبدأ من هون 49 78. ففي امر خاص بهذا الشيء اللي هو بيعكس لك اياه من اليسار لليمين، او طبعا من اليمين لليسار. انا كتبته هون بس حتى اتذكر اني اذكركم فيه، اللي هو اسمه فليب ال ار، اف ال اي بي ال ار، فليب ليفت رايت، ليفت رايت يمين يسار او يسار لليمين، بين قوسين اسم المتجه اكس، تستخدم لعكس ترتيب ارقام عناصر المتجه من اليسار لليمين او بالعكس. فاذا هذا الامر معلش ضيفوه في هذا المكان، ممكن تحتاجوا في اسئله لقدام. فاكس تساوي، لاحظ كل مرة براكم شغلي على الاكس، فليب اف ال اي بي ال ار، فليب ليفت رايت بين قوسين لاكس. طبعا ما فيش شيء اسمه فليب رايت ليفت، هو هيك الامر مخزن. فلاحظ عكس الترتيب، صار يبدا 49 78 75 وهكذا، عكس ترتيبها من اليسار لليمين. فضيفوا هذا الامر عندكم اذا سمحتوا. الآن فكينا التشفير، ظل أولا تم طرح 27 من كل عنصر، هو طارح 27 من الإكس كلها من كل عنصر، أنا بدي أجمع 27. فببساطة إكس تساوي إكس زائد 7، آسف 27. الآن هاي هي عناصر المتجه الأصلي كأرقام، ظل آخر خطوة إني أحولها إلى نص اللي هي str set string بين قوسين هذا الناتج
اللي هو اسمه اكس، فعشان هيك دائما براكم شغلي على الاكس، بلاش اظل اعتمد على الانسر. لان النص الحقيقي للرسالة: life is nothing without friendship، الحياة ما بتسوى اي شيء بدون صداقة. ملاحظة بسيطة، لو رجعت للمتجه اكس الاصلي اللي دخلته من البداية، هيدي السهم رجعت له، وجربت افك التشفير بدون سوري احوله الى نص بدون ما اعمل خطوات فك التشفير، لاحظ راح تحصل على اشي مش مفهوم نهائيا. هاي الرسالة قبل فك التشفير هيك كانت، مش مقروءة ولا مفهومة نهائيا. مثال اخر، يعني هنا كتنويع، مرة بالعربي مرة بالانجليزي، بس غالبا راح استخدم معاكو العربي زي المثال السابق، بس برضو راح اترجم لك الاشياء اللي موجودة هون ايضا بنفس الاسلوب. في عندك رسالة مشفرة، لاحظ الارقام مش منطقية، احنا حكينا انه اسكي كود بين 0 و255، لكن هاي الارقام ناتجة من عمليات حسابية، فتغير معاها الارقام الاصلية للمتجه. اولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، او في النهاية بدي ابلش اقرأ من هون. طبعا بداية لازم ادخل عناصر هذا المتجه، اكس تساوي هذا المتجه، دخلنا عناصر هذا المتجه في الماتلاب، نبدأ نقرأ من finally. We add 2 to the last 5 elements. جمعنا 2، إذا أنا بدي أطرح، طوالي بدك تعكس العملية، بس بدك تعرف لمين؟ last 5 elements، آخر 5 عناصر، يعني هذا العنصر وهذا 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 وهذا، آخر 5 عناصر. بإمكانك تعملهم خطوة خطوة، يعني تحكي بعد ما تحسب طول المتجه هذا قديش هو. بإمكانك يدويا تعده، أو تحكي الماتلاب لينك لإكس بعطيك طول المتجه. فبدك تبدأ فرضا لو كان طوله 30 على سبيل المثال، بدك تحكي إنه إكس الثلاثين تساوي إكس الثلاثين ناقص 2، هو جامع 2 تطرح 2، وبعدين إكس التسعة وعشرين تساوي إكس التسعة وعشرين ناقص 2، وهكذا حتى تخلص آخر 5 عناصر من هذا المتجه. هاي العملية بقدر أعملها في خطوة واحدة فقط. لاحظ إنه العناصر اللي بدي أطرحهم أو أعدل عليهم هم هذول العناصر، هذول العناصر الخمس عناصر هم فعليا يمثلوا نهاية المتجه هذا قبليه بأربعة. فبحكي إنت، اللي هي كلمة إنت تعني إنه من آخر إشي، ناقص 4 إلى الإنت، يعني من هذا العنصر إلى هذا العنصر. هذا الشيء شو يساوي؟ نفسه، وبعكس العملية اللي هي ناقص 2. نيجي نفك الآن الخطوة السابقة لها. وي ملتبلاي هو ضارب بثلاث، أنا بدي أقسم على 3. مين هم؟ الفيرست 8 إلمنتس، أول 8 عناصر. فأول 8 عناصر بسهولة من 1 إلى 8. العنصر العناصر من المتجه إكس من 1 إلى 8 تساوي إكس من 1 إلى 8 تقسيم 3، لأنه هو ضارب في 3، أنا بدي أقسم على 3. السكند هون وي آد، هو جامع، أنا إيش بدي أعمل؟ بدي أطرح جامع إيش؟ مربع، سكوير، كل عنصر في اللي في المواقع هاي للعناصر اللي بيفور ذم، اللي قبلهم. فالتأثير وقع على اللي قبل هذول. لاحظ أنا بحكي، هو حاكي إنه جمع مربع عناصر هاي العناصر اللي في المواقع هاي للي قبلها، فالتأثير وقع على اللي قبلها. لأن بسهولة العناصر اللي قبلها اللي هي العنصر اللي في الموقع الثاني، الموقع السادس، الموقع العاشر، الموقع 15، الموقع 21، الموقع 28، الموقع 33. هاي العناصر اللي في هاي المواقع لاحظ حطيتها ضمن متجه، لأنه ملهاش رتم معين زي هاي من 1 إلى 8، هاي عملية اختيار عشوائية، فلازم أذكرها ذكر ضمن متجه. العناصر اللي في المواقع هاي اللي هي فعليا before them أو اللي قبلهم تساوي نفسها، هو إيش عامل؟ هو جامع، أنا بدي أطرح، فهي ناقص. العناصر اللي في المواقع هاي الآن،
العناصر اللي في المواقع هاي هيها اكس اللي في المواقع هاي تربيع. بدك تنتبه هون انه دوت اس 2 لانه بتحب تتعامل مع متجه مش مصفوفة مربعة. فالان هاي الخطوة هي بتفك تشفير السكند، وضايل اخر خطوة نفكها اللي هي قام فيها فعليا اولا، ابدا اعملها اخيرا. وي سبتراكت 6 يعني طارح 6، انا بدي اجمع 6 لمين؟ للاليمنت اللي في المواقع الفردية. العناصر اللي في المواقع الفردية هي فكرة مرت سابقا، العناصر اللي في المواقع الفردية هي العناصر في المواقع الفردية شو اعمل فيها وايش تساوي؟ نفسها زائد 6 حتى اعكس عملية الطرح 6. فالان لما عملت هاي الخطوات نتج عندي المتجه الاصلي، وباستخدام الامر set string رجعتها لنصها الاصلي hold a true friend with both hands، تمسك بصديقك الحقيقي بكلتا يديك. الان في عندك المثال التالي برضو خلينا هذا ان احللكم اياه، وبيظل عندك اخر اكسرسايز هذا بترك لك اياه. السؤال بحكي انه عندي هذا المتجه اكس وتشفرت بهذول الثلاث خطوات، بدنا نرجع الرسالة الاصلية، فراح نعكس الترتيب. بس بداية خلينا ندخل عناصر هذا المتجه كماتلاب سي ال سي، خلينا نصحها اكس تساوي من الورقة 54 2 9 8 2 إن شاء الله ما أكون أخطأت في إدخال أي قيمة. إن شاء الله هذا المتجه إكس اللي موجود في المسألة هاي، دخلت المتجه إكس، بدي أبلش أقرأ من آخر شيء. وي سبتراكت 35، طرحنا 35 من كل عنصر، فإذا بدي أجمع 35 لكل عنصر، فإكس تساوي إكس زائد 35. عفوا، وي آد 5، جمع 5 بدنا نطرح 5 من مين؟ من الاليمنتس ان ذا اود اوردر بوزيشن، العناصر الموجوده في المواقع الفرديه. فاكس اللي موجوده في المواقع الفرديه 1 الى 2 الى طول المتجه لينك لا اكس، او بالمناسبه هذا المتجه اكس اللي دخلته لاحظ اخر عنصر ايش هو في المواقع 23، هذا يمثل طول المتجه. إذا بدكيش تكتب الكلمة لينكت إكس كاملة، تساوي إكس اللي في المواقع الفردية هي 2 إلى، هاي بدي أختصر شوي، هي إلى 23. نرجع للنص، وي آد 5، بدنا نطرح 5 ناقص 5. نظرة سريعة، فيش سوالف، أموري ماشية تقريبا صح. فاينالي اللي هي كانت فيرست، وي ملتبلاي ضرب، أنا بدي أقسم على 3، مين هم؟ elements in the even odd order position، even order position. ف x اللي في المواقع الزوجية 2 إلى 2 إلى 23 طول هذا المتجه في هاي المسألة، تساوي x اللي في المواقع الزوجية multiply by 3 divided by 3، بدي اقسمها على 3. قسمة على 3 خطيرة، أو القسمة بشكل عام، إذا ما طلعش معاك عدد عشري أتصور أمورنا صحيحة. الآن ضل آخر خطوة اللي هي استرجاع set str لx، استرجاع النص الأصلي to my mother I love you. يعني إذا دققت النظر في شوية أحرف هون capital و small letter، هذا كان من أسئلة أحد فصول سابقة وكان في عيد الأم، فجبت مجموعة نماذج نفس الجملة هاي to my mother I love you، بس اشي عملت هون capital اشي small هون، وهكذا اختلاف بين كل نموذج واخر. وبالمناسبة السؤال الاخير اللي
معاك وهذا نفس الجملة راح تكون، لكن في إشي سمول إشي كابيتال مختلفات عن الأحرف السابقة. برضو بدك تحاول تحل هاي المسألة بنفس الأسلوب السابق تماما، حتى طبيعة الأوامر اللي مكتوبة هون ما بتختلفش عن حل المثال السابق. فلهون المحاضرة بتنتهي، وهذا الجزء راح نبدأ فيه المحاضرة القادمة إن شاء الله. يعطيكم العافية والتوفيق جميعا إن شاء الله. السلام عليكم.